تواصل المملكة العربية السعودية تنفيذ المشروع الأضخم، وهو مشروع نيوم، وهو عبارة عن منطقة خاصة ممتدة بين ثلاث دول بتكلفة تتجاوز 500 مليار دولار، ستستثمر في صناعة مستقبل الطاقة والتقنية. بين هذه الشواطئ وعلى هذه الأرض البكر تواصل السعودية تشييد مدينة المستقبل، والتي أطلق عليها اسم أرض الحالمين. مشروع مدينة نيوم مشروع طموح يواكب الرؤية السعودية الجديدة المنبثقة من الفكر النير لولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود. كل عناصر نجاح موجودة لخلق شيء عظيم كبير داخل المملكة العربية السعودية، فبعد وجود كل هذه الفرص والمقومات وأرض شبه خالية، بدأنا نفكر لماذا نبني مدينة وزون بشكل تقليدي. لدينا فرصة أن ننتقل إلى جيل جديد من طريقة الحياة، من المدن، من التقنيات، من الصحة، الخدمات إلى آخره. مشروع مدينة نيوم عبارة عن وجهة حيوية جديدة تقع شمال غرب المملكة العربية السعودية، تسعى لتصبح مكانا يجمع صفوة العقول والشركات معا لتخطي حدود الابتكار إلى أعلى المستويات. وقد تم تصميم هذه المنطقة الخاصة لتتفوق على المدن العالمية الكبرى من حيث القدرة التنافسية ونمط المعيشة، إلى جانب الفرص الاقتصادية المتميزة، إذ من المتوقع أن تصبح مركزا رائدا للعالم بأسره. وسيركز مشروع نيوم على 9 قطاعات استثمارية متخصصة تستهدف مستقبل الحضارة الإنسانية، ومستقبل الطاقة والمياه، ومستقبل التنقل، ومستقبل التقنيات الحيوية والغذاء، والعلوم التقنية والرقمية، والتصنيع المتطور، والإعلام والترفيه، ومستقبل المعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات. المشروع الذي يطل على ساحل البحر الأحمر تمر عبره قرابة 10% من حركة التجارة العالمية، بالإضافة إلى أن الموقع يعد محورا يربط القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا، إذ يمكن 70% من سكان العالم الوصول للموقع خلال 8 ساعات كحد أقصى. وأهم عنصر لدينا هو الشعب السعودي ورغبة وإرادة الشعب السعودي.